لابد من تغيير نظام المنافسه وجعل الدور ربع نهائي ونصف نهائي ذهب واياب، ولكن هذه المره لم نشوفوا باللي ذهب فقط. لازم يعني انا ماذا بيا طرح السؤال، نتمنى هو عايش معنا في الجزائر وعايش معنا الاوضاع اللي في الجزائر وعايش الظروف اللي تعيشها الجزائر والعالم اللي يعني نعيشوا في ظروف تاع الوباء، ظروف استثنائيه. بطوله تبدا في 27 نوفمبر، بطوله وقفت لثمانيه اشهر. نظن هذه الاسباب كلها اللي تخلينا نلعبوا يعني مقابله واحده البروميتيري يعني يلعب في بلاده، وهذا يعني ما كانش يعني فريق عنده الافضليه قبل التيراج. لازم الانسان يتقبل، كيما اليوم نشوفوا السي طيب محياوي فرحان لان المولوديه تلعب في بلادها، ولكن من قبل مولودية تلعب في البرج ومولودية تلعب في غليزان، سي طيب محياوي ما كانش فرحان. وهذا هو يعني لازم نتقبل المبدأ ونرضى به، لأن ما كانش تفضيل فريق على فريق، هذه قرعة، هذا حظ، ونحن في ظروف استثنائية باش نربحوا الوقت، يعني لو بروميتيري يلعب في بلاده باش ما يكونش آلي روتور، ونستغرق كثير من يعني الوقت باش نقدر نكمل هذه المنافسة، ونحن يعني خاصة مرتبطين بمواعيد تاع الكاف، وكذلك في الفرق تاعنا اللي نتمنى لها النجاح يعني وتروح حتى النهائي ان شاء الله، لما لا الفوز ب يعني كأس الرابطة تشامبيونز ليغ، وكذلك لا كوب دو لا كونفدراسيون. والفريق الوطني اللي عنده ديزيشيونس مهمين يعني ليزيليميناتوار دو لا كوب دو موند، نظن هذه كلها، والفريق كذلك المحلي اللي يلعب في ديسمبر في قطر كأس العرب، هذه كلها تخلي كثافة يعني البرامج تاع المنتخبات الوطنية والفرق تاعنا اللي تلعب في البطولة الإفريقية وكذلك البطولة الوطنية وكأس الرابطة. لهذه الأسباب لو بروميتير يلعب في بلاده. تفضل أولد. نظن حنا كنا نستناو التيراج وصور باش نقدروا نعرفوا الفرق يعني شكون يلعب مع شكون، ونختنموا الفرصه ممكن جدا يعني هذا الا يعني في الساعات القادمه سنجتمع في الرابطه ونشوف برنامج الفريق الوطني، برنامج فريق المحليين، برنامج الفرق اللي تشارك في لا تشامبيونز ليغ وفي لا كوب دو لا كونفدراسيون، وندير تواريخ يعني تاع ربع النهائي ونصف النهائي. نتمنى يكون في هذا الشهر ان شاء الله، لو مو دو جوان، الشهر اللي جاي لو دو جوان، باش نقدروا نلعبوا النهائي، ممكن في نهايه الشهر، ممكن في بدايه شهر جويليا. والملعب اكيد نقدموا اقتراحات الى الوزاره الاولى وهي اللي تحدد يعني الملعب اللي يلعبوا فيه، لان حضور المسؤولين تاع الدولة يجبرنا باش يعني نشاركهم في الرأي من أجل تنسيق أفضل وأحسن. سمعنا شوية ولا دليل أنثر عاودتوا بعد منافسة كأس الرابطة هذا الموسم بعد غياب لسنوات طويلة، على بان تعود منافسة كأس الجمهورية. سؤال واسكل، السنوات القادمه حنكملوا شوفوا هذه الكاس الرابطه تستمر ولا بعد عوده كاس الجمهوريه يتم اعاده وقف هذه المنافسه. سؤال اخر بريزيدون، فيما يخص البطوله الوطنيه بين قوسين، على بالي انا تحدثوا لي مع كاس الرابطه، مع القدره نعرفوا اسكو فيه احتماليه انتهاء المنافسه توقف قبل ذلك. نجاوبك على السؤال الاول، احنا نتمنى كاس الرابطه تستمر، تكون كاس الجزائر، كاس الرابطه، وكذلك البطوله الوطنيه المحترفه، وهذا يعني باش يكون اكبر عدد من المقابلات في ارجل يعني اللاعبين. ونظن الفريق
الفرق لازم تلعب أكثر من 30 مقابلة ولازم تلعب أكثر من 40 مقابلة، كما نشاهد في الدوريات لا العربية ولا الإفريقية ولا حتى في العالم. أنا مع بقاء كأس الرابطة كي نرجعوا في الظروف العادية مستقبلا إن شاء الله. سؤال ثاني فيما يخص الشامبيون اسكو نقدر نكملوا البطولة ولا بيان سور نكملوا البطوله. احنا ما الظروف الاستثنائيه جا يعني تعاملنا معها الموسم الماضي وكلفتنا يعني توقيف البطوله لاكثر من 7 أشهر 8 أشهر. نظن عندنا كل ما نقولش عندنا كل الوقت، ولكن نحاول باش نكمل البطوله باخف الاضرار. اكيد الكاف طلبت منا باش يعني نعطوهم يعني نكملوا البطوله في 30 جوان قبل 30 جوان، ولكن نفس الشيء وقع على الموسم الماضي وطلبنا يعني تمديد ووافقونا. اما بالنسبه للفيدراليات اللي متواجدين في نفس الوضعيه تاع الفيدراليه الجزائريه، هم يعني كثير من الدول، نذكر منها يعني مصر، السودان، المغرب، بعض الدول الإفريقية اللي متواجدة في نفس الوضعية اللي متواجدة فيها الجزائر. نظن هذا مش قرآن كريم، ولكن هذا ما يخليناش باش نفكروا في حلول أخرى. يعني إذا كان ما قبلوناش، وهذا الشيء مستبعد على كل حال، تأجيل يعني نهاية البطولة، وإحنا البطولة ما نقدرش نكملها في 30 جوان مستحيل، لأن إحنا في الجولة يعني 21 نهاية الشهر نكونوا ربما حتى الجولة 24 أو 25. نظن ماشي من السهل باش نكملوها في 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 جوان، ولكن ما يشرحها تروح نهاية أوت. ممكن يعني احنا اون ديكلاري 31 جوي قبل المقابلات تاع المبرمجة مؤخرا تاع النخبة ان يعني الفريق الوطني ألف، ولكن دائما يكون حلول ان شاء الله، وهذا لن يتاتى الا بمساعده الانديه. اقولها واعيدها، بمساعده الانديه. الا بقى النادي على جال لاعب يقول لك انا ما نلعبش ولا دات فيفا وهذا اللاعب مهم، وشفنا في كثير من الاحيان بعض اللاعبين ما عندهمش مام با يعني كونفوكي في الفرق تاعهم الوطنيه. والعام اللي فات كاين بعض اللاعبين ما كانوش مام با يتكونفوكاو في هذه الفرق، ولكن يسيبونا دائما هذاك العجز. حنا نتمناو الفرق تاعنا الجزائريه اللي عندهم لاعبين اجانب يعني يتساعدوا مع الرابطه، لان المصلحه تاع كره القدم مصلحه تاع الرابطه وتاع الانديه بصفه عامه. وحنا متفائلين خير، يعني تكلمنا مع بعض رؤساء النوادي ولا الممثلين تاعهم من اجل يعني باش ما نقعوش في المشاكل اللي وقعنا فيها الموسم الماضي. السلام عليكم، انا في قناه البلاد. يظهر لي سؤال حول نهائي كاس الرابطه، هل هناك امكانيات تحديد عدد من الجماهير في النهائي كما شفنا في نهائيات بعض الدول الاوروبيه؟ والسؤال مرات المهله المحدده من طرف الاتحاد الافريقي لمده 30 جوان. ممكن ترفع صوتك شويه؟ حول المهله يحددها الاتحاد الافريقي اللي هي 30 جوان، هل هناك محادثات بينكم وبين الكاف من اجل الحصول على نتيجه في الموضوع؟ نبداك بالشطر الاخير تاع السؤال تاعك. الفيدراليه الجزائريه لكره القدم قدمت طلب، يعني دارت كوريسبوندونس على كاف باش تعاود يعني تأجل هذه المواعيد. وكذلك أنا شخصيا يعني أنا عضو في اللجنة تاع المنافسة، يعني درت مراسلة إلى يعني رئيس اللجنة، وكل هذه المراسلات اللي تروح للجنة يقع اجتماع، يعني هذا الشيء اللي درناه الموسم الماضي، اجتماع ونتدارس يعني كل المراسلات اللي جاتنا من الفيدراليات مختلف الفيدراليات، ونعطوا راينا ونتفق على على يعني على اون دات. الجماهير
ظن الحضور تاع الجماهير سا ديبون با دو نو. فيه وزارة الشباب والرياضة بدورها يعني بالتنسيق مع اللجنة العلمية اللي تابعة لوزارة الصحة هي من تقرر. أكيد كرة القدم بالجماهير، شفنا في بعض الميادين الأوروبية اللي يعني عطات نسبة تاع الجماهير باش يشاهدوا المقابلات، ولكن دول متقدمة أخرى في أوروبا مازال يعني ما عطاتش هذا لو فوفر للجماهير باش تكون يعني متواجدة بنسبة قليلة مقارنة بالأمور العادية. لهذا الأسباب هذا أمر يتجاوزنا نحن كرابطة ولا كفيدرالية، ولكن حنا نتمنى يعني هذا الوباء بما يبقاش ويكون البروتوكول سانيتير ريسبكتي سي تريز امبورطون بار نو ميم لي ديريجون اي لي جورناليست اي لو بوبليك باش نقدروا يعني نروحوا ل يعني نسبه يعني 10% او 20% على الاقل باش يشاهدوا على الاقل نهائي تاع كاس رابطه او يعني مقابله تاع نصف نهائي او نهائي تاع لا كوب دو لا كونفدراسيون ولا تشامبيونز ليغ ان شاء الله. يعني نظن هذا الشيء مهم جدا، ولكن انا ما نقدرش نجاوبكم، ولكن نعطيكم التفسيرات اللي تعرفوها جميعا. واش من اجراءات؟ قالك ما هي الاجراءات المنتخبه؟ ما هي الاجراءات المنتخبه في حاله ما اذا لاكاف حدد بطوله الجوع؟ اجراءات عاديه، انا ما نظنش باللي الكاف تبقى يعني بوانتي في لادات اللي قدمتها، لان الكاف ماهيش تسير في كره القدم بوحدها، ماهيش ما عندهاش الشامبيونات تاعها بوحدها. ولكن هذا ما يخليناش حنا باش نديروا لو بلون يعني بي لو بلون سي بالتنسيق مع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، لأن وش على كل حال الشيء اللي طلبته الكاف يعني ما غير موضوعي أولا، وغير موضوعي أولا، وثانيا غير قابل للتنفيذ، ماشي غير من الجزائر، من كل يعني نعطيك مثال، كاين جوارينا راه لعب راه في مازال 14 جورني، واش 14 جورني تلعب في شهر؟ يعني غير قابل، غير قابل يعني عمليا غير قابل. ولهذا الاسباب يعني حنا كي قلنا الفيدراليه دارت مراسله واللجنه كذلك تجتمع وتقرر، هي في خدمه الفيدراليات وفي خدمه الانديه يعني اللي تلعب هذا المنافسة، المنافسة وقتاش تكمل تاع لا تشامبيونز ليغ ولا لا كود لا كاف. يعني كاين كاين إكراهات، والكاف تقدر هذه الإكراهات الموجودة اللي ماناش مسؤولين عليها حنايا. يعني حتى بعض البطولات الأوروبية اللي بدات يعني قبلنا ومازال ما كملتش، نحنا متفائلين وممتا دايرين حسابنا، دايرين حسابنا في حالة ما إذا بالتنسيق مع الأندية نصيبوا حلول. بعد هذه المراسلة وبعد قرار لعب 38 جولة
سيد رئيس الرابطة لمن يحمل المسؤولية تاع هذا القرار؟ هل تحملون المسؤولية لرؤساء الأندية الذين انتخبوا على لعب 38 جولة؟ وهذا الشيء ربما لماش حنقولوا ما نقولوش ما عندناش تاريخ صح التعبير لأنه فيه كأس رابطة، فيه انتخابات، فيه مشاركة المنتخب الوطني، فيه أندية في مختلف المنافسات، فظن أنه اليوم القرار هذا كان شوية خطأ. هنا راك تتكلم في امر على كل حال تحمل المسؤوليه اللاعب. هذه كاين رؤساء الانديه في اجتماع مع رئيس الفيدراليه الجزائريه كره القدم ورئيس الرابطه المحترفه، وتكلمنا في الموضوع، كانت حلول، حتى المدير التقني كان حاضر، هو اللي عطى يعني دي زيكسبليكاسيون في لي بروغرام اللي كانوا يعني واجدين. ورؤساء النوادي على الاكسيبسيون دان بريزيدون اللي قال لك نلعبوا 38 مقابله، وبالتالي دروك حنا درنا يعني تيراج وصور وبدينا البطوله، دروك بقينا دائما نرجعوا المسؤوليه لعبوا ب 38 فريق. يعني معليش اختيارهم ولا نكونوا ديكتاتوريين ونجيبو ونقول لك لا نلعبو الي سامبل ولا نلعبو بعشرين فريق ولا نلعبو بهذا، يعني تتكلموا الا على 38 فريق، لماذا ما تتكلموش على لو سيستيم دو كومبيتيسيون اللي تغير بين عشية وضحاها وطلعوا 16 وهبطوا 14 وطلعوا درنا 20 ودرنا دو جروب وسته تاع لي جروب الى اخره. انا ما نرجعش ل 38 فريق، انا نرجع للسيستم دو كومبيتيسيون هو اللي خلاه يكون 20 فريق وما كانش اللي يهبط ويطلعوا جون سي با. هنا هذا السؤال متشعب. احنا اليوم رانا امام حتميه من اجل اتمام هذا البطوله المحترفه، المحترف الاول. نتعاملوا مع الوضع اللي رانا فيه، ما نروحوش نعاقبوا، واش البريزيدون نعاقبوا؟ البريزيدون قال رايو ومن حقه يقول رايو، غلط ولا ماشي غلط، كيما حتى الصحفي في بعض الاحيان يقول رايو وهذاك الراي تاعو يكون يصيب فيه وكذلك يخطئ. هذا سي ان شوا ندار ديبي سيزون، ما علينا الا احترام الراي. مدام رئيس الفيدراليه والمكتب الفيدرالي يعني حب يدير يعني الاستشاره، يحب يستشر رؤساء النوادي من اجل اعطاء الراي، يعني رايهم في لو سيستيم دو في الـ في الـ في النوم ولا لـ 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 كيفاش نلعبوا هذه البطوله، والرؤساء قروا والمكتب الفيدرالي صادق. السلام عليكم ورحمه الله. دونك نروح نحاسبوهم نسمعوهم؟ نو لا لا لا، انني نعطي قلت انا رئيس النادي يغلب يفرح يخسر يشتكي، هذه معروفه. دوك الى دوك انا كنت رئيس نادي كي نفرح الشامبيون تاعي، كي نربح الشامبيون تاعي هو المخير، كي نخسر هذا كاع ماشي شامبيون. هذه يعني كيما نقولوا سي اون رياكسيون عايشينها وما ما 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 نواسوش الشمس بالغربه. نعطيت لكم مثال صديقي سي محياوي شفتو في بداية الموسم اللي طاح في البرج وطاح في غيليزان، قال لك نو حنا بكري وحنا بكري وصافي ديزون كان غايب، أمور تبدلت، قوانين تغيرت، لو برومي تير يلعب في بلادو، مي اليوم كي يجبد يلعب في بلادو مع تلمسان فرحان، تي بو با ايماجيني كيفاش كان فرحان. هذا هو رئيس النادي، رئيس النادي يتكلم بالعاطفة ما يتكلمش، يعني ما نعممش على كل حال البعض. وهذا هو لازم نقبلوا الامور، كاين 38 فريق 38 جوله 20 فريق، نكملوا البطوله ان شاء الله تاعنا مهما كان عادي جدا، وانا مانيش شايف باللي كاين كارثه ولا كي ما نكملوهاش في جوا. انا بالله عليكم شكرا، نكتفي بهذا القدر من هذه الندوه الصحفيه. ننتقل مباشره الى مقر وزاره التربيه الوطنيه، اين متواجده هناك زميلتنا هاجر زليلف.